الحمد لله. هلا يعني سيطرنا هلا بالكامل، يعني على سيطرنا بالكامل على كراج العباسيين، الأبنية المحيطة بكراج العباسيين. إن شاء الله مثلا إنه سيطرنا ناريا على البيوت العربي اللي فيها الجيش من ناحية، الحلو معمل الحلو معمل نفيسة تعرضت لخسائر كبيرة. يعني ما شاء الله نحن عم نقول إنه يعني قال يعني بقول لك مثلا إنه مشان ما نبالغ نكون مبالغين، أما بالفعل بالمئات خسائر بالمئات. والحمد لله نحن خسائرنا فضل الله تعالى إنه قليلة جدا، يعني قليلة جدا.